ونبدأ مع بعض حلقة جديدة ونقول يا صباح الفل والجمال على أجدع وأحلى ناس في كوكب الأرض كله. زيكم يا شباب، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم خالد عبد الله في حلقة جديدة وحلقة رايقة كالعادة. وحلقة النهاردة يا سادة من سلسلة تطبيقات للربح من الإنترنت للمبتدئين، وحط خط تحت كلمة المبتدئين. النوع من الفيديوهات والتطبيقات اللي أنا بشرحها والألعاب في السلسلة دي موجهة للناس المبتدئة فقط، الشباب اللي لسه بيبدأ بيزنس على الانترنت وعايز يكسب من اي حاجة، وبتكون مبالغ بسيطة جدا. دي حاجة لازم نكون متفقين عليها قبل ما ابدأ اي فيديو، تمام؟ ان شاء الله النهاردة معانا لعبة جديدة، لعبة بسيطة وجميلة من انتاج الشركة اللي عاملة لعبة كريزي هيرو وكريزي دوج وكريزي فارم واي حاجة بتبدأ بكريزي كده. الشركة دي عملت لها قبل كده تطبيق جو نوفل وتطبيق لاكي توك، وانا شرحتهم وطلعوا صادقين جدا. احلى حاجة في الشركة دي ان كل تطبيقاتها بتدعم السحب عن طريق فودافون كاش واتصالات كاش وأورانج كاش، والحد الأدنى بيكون 5 جنيه، فده بيأكد على مصداقية الشركة. والشركة دي أنا ما واجهتش أي مشاكل معاها، ودي أمانة قدام ربنا والله العظيم. الفيديو ده مش إعلان، بس الشركة دي من أفضل الشركات اللي أنا اتعاملت معاها، كل تطبيقاتها صادقة والله والله. الفيديو ده مش إعلان. خلينا نخش في الشرح على طول، بس قبل ما ابدا اي حاجه ريت ما تنسانيش باللايك الجامد، السبسكرايب الاجمد، الكومنت الحلو. ادي لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم، وصلي على سيدنا محمد. في البدايه هتنزل في الديسكريبشن، هتضغط على الرابط هيوديك على جوجل بلاي، علشان لو بحثت عن اللعبه في متجر جوجل بلاي للاسف مش هتلاقيها، علشان هي لسه منتج جديد. زي ما انت شايف كده بيقول لك استخدم المنتج قبل اطلاقه. كريزي بيرد اللي محملها 10000 واحد، لسه اللعبه ما كملتش اسبوعين تقريبا، حاجه زي كده. المهم كل ما عليك انك تعمل انستول بشكل عادي وتضغط على كلمه تشغيل. اللعبه هتبدا تفتح معاك، من المفترض ان عندك هتفتح معاك على وجه تسجيل الدخول. هيجيب لك تسجل الدخول عن طريق فيسبوك ولا عن طريق جوجل. كالعاده اختار جوجل، ما تختارش فيسبوك، لان فيسبوك مشاكله كتير قوي في موضوع البيانات، وممكن يجيب لك خطا وتقدمك في اللعبه يختفي. فدي نصيحه، دايما استخدم جوجل، دايما خدها قاعده عامه كده. فكره اللعبه بسيطه جدا. الفكرة المبنية عليها اللعبة انك بتلعب مستوى زي المستوى ده مثلا، بتفضل تنط بالعصفور بتاعك كده، تمام؟ زي ما انت شايف كده، زي ما انت شايف كده، بس انا خسرت. وكل ما تعدي مستوى كل ما بتاخد ذهب، والذهب ده بتستبدله بفلوس. حلو كده، دي الفكرة الرئيسية اللي قايم عليها اللعبة، ولكن في كذا اوبشن جوه اللعبة تقدر تكسب من خلالهم. على سبيل المثال لو انت ضفت كود الدعوة بتاعي هنا هتكسب نقاط، وانا هكسب نقاط، ودي حاجة اختيارية كده. عايز تعملها وتخليني استفاد وانت تستفاد، يبقى تشكر يا معلم. مش عايز، دي برضو حاجة ترجع لك. طب ازاي انت بقى تدعو اصدقائك؟ كل ما هو عليك انك هتضغط على شخصي بالشكل ده، بيقول لك هنا لو دعيت شخص هتاخد 15000 ذهبية، ولكن خد بالك مش هتاخد ال 15000 ذهبية على طول. اول ما يوصل للمستوى 15 هتاخد 1000 ذهبية، لما يوصل للمستوى 50 هتاخد 2100، لما يوصل للمستوى 100 هتاخد 4300، لما يوصل للمستوى 200 هتاخد 7600، تمام؟ واضحين جدا. كل ما هو عليك انك تاخد رمز الدعوة ده اللي هو مكتوب عليه دعوة المعارف، او تضغط على ادعو الان ونسخ المحتوى، وخلاص كده انت جاهز علشان تدعو اصدقائك. طبعا في كذا طريقة تانية، زي مثلا انك تعمل مهمات من جوه اللعبة، بتاخد عملة خضراء وبتاخد كريدت. زي ما انت شايف الكريدت ده بيخليك ترقي الفي اي بي اللي جوه اللعبة، والفي اي بي ده بيتيح لك انك تسحب العملة الخضراء. حلو، زي ما انت شايف هو بيقول لك لو دعيت 5 هتاخد 5 في اي بي، 5 كريدت. 5 كريدت دول بتستخدمهم في ترقية الفي اي بي جوه اللعبة. لو شفت فيديو هتاخد برضو 5 كريدت و2100، وهكذا وهكذا. حلو، الموضوع بسيط جدا ولذيذ جدا. طبعا في حاجة اسمها جلد عندك هنا، انت ممكن تستخدم طير تاني من الطيور دي، مش شرط تلعب بده. لو انت حابب اللعبة وحابب تلعبها وتكمل فيها، تاخد فيها شخصيات شكلها كيوت جدا وحلوة. برضو عندنا هنا ده برضو حاجة كده من المهمات تقدر تعملها، تمام؟ وده الفي اي بي اللي بقول لكم عليه. هنا الفي اي بي بتاعي 1، لازم اجمع 15 تيكت عشان اوصل للفي اي بي 2 و3 و4 و5، تمام؟ موضوع بسيط جدا، تقدر تستكشف اي حاجة تانية في اللعبة انت مش فاهمها. لو ضغطنا على يوم هنلاقي برضو هنا عندنا في شوية مهمات تقدر تعملها وتاخد شوية ذهب برضو، فالموضوع بسيط جدا. نيجي بقى لطرق السحب. لو ضغطت معايا على عملة الذهب، تمام، خلينا نشرحها الأول. هنا بيقول لك لو أنت جمعت 10000 من العملة دي بيساوي 10 جنيه، وتضغط على سحب كل شيء، وده بيكون الحد الأدنى هنا 10 جنيه مش 5 جنيه. زي ما أنت شايف 10 جنيه، لازم تجمع 10000 نقطة. طيب تقدر تسحب عن طريق فودافون كاش، اتصالات كاش، أورانج كاش، والبايبل
لو انت مش في مصر، لو انت مثلا في سوريا في دولة تانية تقدر تسحب عن طريق البايبل وبيوصل لك المبلغ بالدولار مش بالجنيه. تمام، اتفقنا على النقطة دي يا شباب؟ خلاص متفقين يا جماعة، حلو جدا. طيب نيجي بقى للعملة الخضراء اللي قصتها قصة. انا هنا معايا زي ما انت شايف 3092 من العملة الخضراء. المفروض ان انا بضغط على كلمة ذوبان، بيقول لي عشان تفك تجميد الاموال لازم توصل لفي اي بي معين. يعني هنا بيقول لك لما توصل لفي اي بي 15 هتاخد ال 3000، تمام، ولكن انت حاول توصل لفي اي بي 8 او 9 علشان تقدر تسحب ال 200 جنيه اللي هو الحد الادنى. والجميل هنا بقى عكس لعبة كريزي هيرو، هنا بيقول لك الدفع عند وصول المبلغ لا توجد شروط. يعني مفيش اي شروط انت هتعملها، مفيش اي شروط يا معلم. المطلوب منك انك توصل للفي اي بي 8، تقدر تجمع تيكتات بقى من المهمات اللي هو بيديها لك وتوصل للفي اي بي وتسحب ال 200 جنيه، وده اعتقد اسهل مبلغ ممكن تسحبه من الموضوع ده. بس هي دي اللعبه. طيب خليني اقول لكم رايي في اللعبه بكل امانه وبكل صراحه. زي ما انتم متعودين اللعبه حلوه جدا للمبتدئين، لكن لو انت مش مبتدئ ابعد تماما عن النوع ده من التطبيقات، ما تشتغلش عليه. سرعه وصول السحب بيكون في خلال 24 ساعه، وده على ضمانتي الشخصيه لاني جربت الشركه دي قبل كده. اللعبه دي للمبتدئين، عايز تكسب من اللعبه دي كويس يبقى ادعوا اصدقاء. اللعبه دي والالعاب اللي من النوع ده بتعتمد على دعوه الاصدقاء اكتر من انك تلعبها، ودي امانه قدام ربنا. بس كده لحد كده يكون فيديو النهارده خلص. لو الفيديو عجبك انت عارف هتعمل ايه، لايك الجامد، السبسكرايب الاجمد، الكومنت الحلو، صلي على محمد. اشوفكم في فيديو جديد، صباحكم زي الفل وعسل يا عسل.